من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه ونشكره ونتوب اليه ونستغفره، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان محمدا عبده ورسوله، بلغ الرساله وادى الامانه ونصح الامه وكشف الله به الغمه وتركنا على المحجه البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها الا هالك. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. ثم اما بعد، ايها الاحبه في الله، فكنا قد انتهينا في اللقاء السابق من تفسير سوره الانشقاق، واليوم ان شاء الله تبارك وتعالى نشرح في تفسير سوره البروج. وسوره البروج تسمى ايضا سوره والسماء ذات البروج، وتسمى كذلك ايضا سوره السماء ذات البروج بدون الواو. وهذه السورة سورة مكية، ومن أهم مقاصد هذه السورة الكريمة هو تثبيت المؤمنين وتسليتهم عما أصابهم من أعدائهم، وذلك عن طريق ذكر بعض أو جانب مما تحمله المجاهدون من قبلهم. فكأن الله سبحانه وتعالى يقول للنبي صلى الله عليه وسلم ولأصحابه: اصبروا كما صبر المؤمنون السابقون، واثبتوا كما ثبتوا، فإن العاقبة ستكون لكم. وهذه السورة أيضا في يعني سقط بعض الأدلة على وحدانية الله سبحانه وتعالى وعلى قدرته ونفاذه لأمره سبحانه وتعالى. يقول الله تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: بسم الله الرحمن الرحيم، والسماء ذات البروج. يقول الدكتور الأشقر رحمه الله: والسماء ذات البروج أي منازل الكواكب، وهي 12 برجاً ل12 كوكباً. يعني يقسم الله سبحانه وتعالى بالسماء. هذه لو اسمعه ايه؟ واو القسم. قلنا ان احرف القسم قبل ذلك قلنا هما ثلاثة: الواو والباء والتاء، والله تالله بالله. فيقسم الله سبحانه وتعالى بالسماء، وذكرنا مراراً وتكراراً ان الله عز وجل يقسم بما شاء من خلقه، واما المؤمن او المسلم فلا يجوز له ان يقسم الا بالله سبحانه وتعالى. فيقسم الله عز وجل ببعض خلقه لبيان حكم معينه او معاني يريدها الله سبحانه وتعالى ان ينتبه، يريد من الانسان ان ينتبه الى هذه المعاني في هذه المخلوقات. فيقسم الله عز وجل بالسماء ذات البروج. هنا ذكر الشيخ الاشقر قولا في معنى البروج، وهي منازل الكواكب، يعني الأماكن التي تنزل فيها الكواكب، كواكب السيارة اللي كانت مشتهرة عند أهل الفلك، اللي هي الدال وبلوتو وغيرها من هذه الكواكب السيارة. وقيل أيضا في كلمة السماء ذات البروج أن معنى البروج قيل أنها بمعنى النجوم، يعني والسماء ذات النجوم، لأن النجوم لا تكون إلا في السماء. وقيل أيضا ذات القصور، يعني فيها مباني لا يراها الإنسان فيقسم الله سبحانه وتعالى به. وقيل ذات البروج يعني ذات الخلق الحسن، هذه السماء العظيمة الشاهقة التي رفعها الله سبحانه وتعالى بغير عمد. هذه يعني احنا لما الإنسان كده بيكون في زمايلك معنا في سورة الغاشية: وإلى السماء كيف رفعت، فلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، هذه السماء العظيمة الشاهقة كيف ترفع بغير عمد. الإنسان لما بيشوف كده مبنى، يعني مبنى كبير زي كده من غير أعمدة، فكأنه ينبهر. لو كان مبنى أكبر من ذلك بدون أعمدة فكأن هذا يعني، والمبنى كله عبارة عن إيه؟ 50 متر، 100 متر، 200 متر، 500 متر، يعني لن يزيد عن ذلك. فما بالك بهذه السماوات العظيمة الشاهقة ورفعها الله سبحانه وتعالى بغير عمد، وليس فيها تشقق، وليس فيها تصدع، وليس فيها اعوجاج. فهذه السماء خلقها الله سبحانه وتعالى يقسم، والسماء ذات البروج يعني ذات الخلق الحسن. والقول الرابع اللي هو ايه؟ ذات المنازل، اللي هو التي ذكرها الشيخ الاشقر. يبقى احنا كده عندنا كم قول؟ اربع اقوال. ايه هما؟ النجوم، ذات النجوم او القصور، او ذات الخلق الحسن، أو ذات المنازل الكواكب اللي هي الاماكن التي تسير فيها الكواكب.
طبعا مساله الكواكب يعني هو فيه علم الفلك ينقسم الى قسمين، في يسمى علم التسيير وعلم التاثير. فعلم التسيير لا اشكال فيه، يعني الكوكب الفلاني في المكان الفلاني، في ويعني ربنا سبحانه وتعالى ذكر النجوم لها عده يعني فوائد في القران الكريم، وهي ثلاثه فوائد، ان هي ايه، ان ربنا سبحانه وتعالى جعل النجوم وعلامات ومن نجمهم يهتدون، فجعلها سبيل الاهتداء. يعني الواحد ماشي كده يعرف الشرق من الغرب من الشمال من الجنوب، ده اسمه علم الايه، التسيير. ومن وظائف النجوم انها رجوما للشياطين، ومن وظائف النجوم انها زينة للسماء. فهذه الثلاثة ايه فوائد للنجوم التي ذكرها الله سبحانه وتعالى، ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح. فهذه الفوائد الثلاثة التي ذكرها الله عز وجل للنجوم، احنا بس عشان الوقت لان احنا متأخرين شوية في المنهج، اما ان تكون زينة للسماء، واما ان تكون رجوما للشياطين، واما ان تكون علامات يهتدى بها. فحتة علامات يهتدى بها انها ده اللي بيسموه علم الايه، التسيير، عشان يعرف الشرق من الجنوب من الغرب الشمال من الجنوب، الطريق ده صحيح ولا الطريق ده يسلكه ولا لا يسلكه. فهذا اسمه علم التسيير، يستفاد من النجوم علم التسيير لا شيء فيه. اما علم التاثير فهذا هو المحرم شرعا، ان هو يعتقد ان النجم الفلاني لو جاء في المكان الفلاني يبقى كده هيحصل ايه، هيحصل مطر او هيحصل نوه او هيحصل شيء معين حتى في علم الغيب. ولذلك في صحيح الحديبية الرسول صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم ايه لما في الصحابة مش فاكر اسمه، فقال ايه، اصبحنا على اثر سماء. على اثر سماء يعني ايه؟ يعني مطر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، جمع اصحابه وقال اتدرون ماذا قال ربكم الليلة؟ قال الله عز وجل اصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. فاما من قال امطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، واما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. اللي يقول الكوكب ده جاء في المكان الفلاني يبقى احنا كده ايه، سوف يسقط مطر. قد يكون هذه اسباب يجريها الله سبحانه وتعالى، ولكن هذه الكواكب ليس لها ايه، ليس لها تاثير، انما الذي يتحكم فيه الكون هو الله سبحانه وتعالى، وليس انها هذه الكواكب مخلوقه، هذه الكواكب مخلوقه من مخلوقات الله عز وجل. اذا فيقول الله سبحانه وتعالى والسماء ذات البروج، وعرفنا معنى البروج. واليوم الموعود، يقسم الله تبارك وتعالى ايضا باليوم الموعود، يقول الشيخ واليوم الموعود به وهو يوم القيامه، وسمي اليوم الموعود لان الله عز وجل وعد به، وعد المؤمنين وعد الكفار، وعد المؤمنين بالجزاء ووعد او توعد الكفار بالعقاب، كل على حسب عمله. واليوم الموعود وشاهد ومشهود. وشاهد، قال الشيخ من يشهد في ذلك اليوم من الخلائق. يبقى كلمة شاهد، فإن الشيخ ذكر معناها إيه؟ يعني كل هذا يتعلق بيوم القيامة. من يشهد من الخلائق، في الخلائق سوف يشهد بعضهم على بعض، إما أن الناس تشهد بعضها على بعض أو تشهد للرسل، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أمته سوف تشهد للأنبياء حينما لا يجدون من أممهم من يشهدون لهم. وشاهد ومشهود، والمشهود هو ما يشهد به الشاهدون على المجرمين من الجرائم الفظيعة التي فعلوها بالشهود أنفسهم، وهم كل من قتل في سبيل الله، كما في قصة أصحاب الأخدود الآتي ذكرها أو الآتي ذكرها، والله عليهم شهيدا أيضا كما يأتي بعد ذلك. فكلمة مشهود ما يشهد به الشاهد، الشيء الذي شهد. المشهود ده اسم ايه؟ شاهد اسم فاعل، ومشهود اسم مفعول. مشهود الامور التي شهدت، يعني سواء ما حدث للناس في الحياة الدنيا او يشهد بعضهم على بعض بما شاء الله سبحانه وتعالى. وبعض العلماء ذكروا اقوال كثيرة في كلمة الشاهد والمشهود، فحتى منهم من قال ان الشاهد والمشهود هو الشاهد هو النبي صلى الله عليه وسلم، والمشهود هو يوم القيامة، ومنهم من قال الشاهد هو أمة النبي صلى الله عليه وسلم، والمشهود هو سائر الأمم،
وذكرت يعني بعض الأقوال في إيه؟ في كلمة شاهد ومشهود. يوم الجمعة ويوم عرفة. ويوم الجمعة ويوم عرفة أيضا هذا من ضمن الأقوال، يعني ذكرت أقوال كثيرة. واختار بعض أهل العلم قول يعني يجمع بين ذلك، فقالوا كل ما يصلح أن يطلق عليه شاهد فهو شاهد، وكل ما يصلح أن يطلق عليه مشهود فهو مشهود. وهذا اختيار الإمام جرير الطبري رحمه الله. جرير الطبري يسمى إيه؟ يسمى شيخ المفسرين، شيخ المفسرين رحمه الله، شيخ الإمام ابن كثير. فالشاهد يعني هذا ان الإمام جرير جمع هذه الأقوال وقال كل ما يصلح أن يطلق عليه أنه شاهد، لأن هناك أدلة تدل على ذلك. وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم. وذكر في بعض الأثار أنه الشاهد اللي هو يوم الجمعة ومشهود اللي هو معرفة. فكل ما يصلح أن يطلق عليه أنه شاهد، أو الأمة أمة النبي صلى الله عليه وسلم تكون شاهدة على من قبلها، كل ما يصلح أن يطلق عليه شاهد فهو هذا الذي أقسم الله عز وجل به، وكل ما يصلح أن يطلق عليه مشهود فهذا أيضا أقسم الله عز وجل به، وشاهد ومشهود. قتل أصحاب الأخدود، يقول الشيخ أي لعنوا وهم أحد ملوك الكفار وجنده، لما آمن بعض رعيته شقوا لهم الأخدود في الأرض وأضرموا فيه النار فألقوهم في النار فاحترقوا والملك وأصحابه ينظرون. كلمة قتل احنا قلنا قبل كده ان تأتي في القرآن بمعنى ايه؟ بمعنى لعن. قتل الإنسان ما أكفر، مرت علينا في سورة العبد صح؟ فقتل أصحاب الأخدود، لعن أصحاب الأخدود. طيب احنا اللي فات ده كان اسمه ايه؟ الآيات السابقة كانت كلها ايه؟ قسم وسماء ذات البروج ويوم الموعود وشاهد انه مشهود. فاحنا قلنا ان القسم يحتاج الى المقسم عليه او جواب القسم. قال بعض العلماء ان هذا هو المقسم عليه، يعني وقسمي قل واقسم الله عز وجل بما سبق على ايه؟ انه لعن اصحاب الاخدود. وبعض العلماء قالوا ان المقسم عليه محذوف وتقديره انه لعن، سوف يلعن، سوف يلعن اهل مكه كما لعن أصحاب الأخدود من قبله، لأنهم عذبوا المؤمنين، لأنهم يعني كفروا بالله سبحانه وتعالى وعذبوا المؤمنين. فيعني فأقسم الله عز وجل بهذه الأشياء إن كفار مكة لملعونون كما لعن أصحاب الأخدود. قتل أصحاب الأخدود وهو النار ذات الوقود، يعني النار ذات الوقود يعني الحطب الذي توقد به. فهذا ذكر الله سبحانه وتعالى يعني مشهدا مما حدث لأصحاب الأخدود اللي هو الايه؟ هو الشق الذي في الأرض، الأخاديد هي الشقوق التي تكون في الأرض، في الحفر الكبيرة يعني ولها يعني مسافة طويلة. فهذه الأخاديد خدها الكفار للمؤمنين من قبل، وأقول مين هما؟ للمؤمنين من قبل ليعذبوهم. فوصف الله سبحانه وتعالى هذا المشهد أنهم خدوا الأخاديد وأوقدوا فيها ايه؟ وأخذوا فيها النيران وألقوا المؤمنين فيه النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود، يعني لعنوا حين أحدقوا بالنار قاعدين على الكراسي عند الأخدود. يعني طبعا هم مش 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 هم قاعدين على النار، لا قاعدين إيه؟ ينظرون إلى النار، ينظرون إلى النار من بعيد وكأنهم يعني يتنعمون أو يتلذذون بتعذيب المؤمنين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود، يعني من عرضهم، هم على ما يفعلون بالمؤمنين من عرضهم على النار ليرجعوا إلى دينهم شهود، يعني يشهدون على أنفسهم بما فعلوا يوم القيامة، ثم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم. يعني هم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود في هذا من عرضهم على النار ليرجعوا لدينهم، يشهدون على أنفسهم يوم القيامة، هم يعني سوف يشهدون كما قال الله سبحانه وتعالى يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يكسبوا. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء سبحانه وتعالى. فهذه الجلود وهذه الجوارح تشهد على الإنسان بما فعل. فالإنسان حتى الإنسان يعني يوم القيامة اللي هو الكافر ولا المكذب ولا المعاند يريد ان يكذب على الله سبحانه وتعالى، كما جاء في سوره الايه المجادله، ويحلفون على الكذب اللي هي بتقول ايه؟ حد فاكر؟ يوم يبعثهم الله جميعا
اه فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون انهم على شيء. يعني بيحلفوا يوم القيامه وامام الله سبحانه وتعالى ولكنهم استمرأوا الكذب. وكانت هذه بضاعتهم في الدنيا. في بعض الناس كده لا يستطيع ان يعيش الا ان يكذب. مره كده كنت يعني عاصرت بعض الناس فيعني يكذب في امور يسيره مش محتاجه الكذب، بس هو عشان يتعود على الكذب خلاص هو وما زال الرجل يكذب ويتحرى الكذب. شوف كلام النبي صلى الله عليه وسلم، يتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. فهو يعني حتى الامر لا يستدعي انه يكذب، ولكنه يعني كان هذه يعني صارت بضاعته وصار هذا ديدنه. فهم يكذبون، وحينما يريدون ان يكذبوا على الله سبحانه وتعالى فيختم على فم هذا الانسان ويحرم يعني النطق برهة، ثم يخلى بينه وبين يعني ثم تنطق الاعضاء فتقول اليدين انا للحرام يعني فعلت، وتقول الجنة انا للحرام مشيت، وتنطق الحواس الانسان وتنطق جلود الانسان، ثم يخلى بينه وبين اعضائه فيقول لهن ايه سحقا لكن وبعدا فعن كن كنت اناضل، لان كنت بدافع عنكم عشان يعني ما يخفف عنكم انتوا اللي بتشهدوا عليا. فهذه سبحان الله العظيم، هذه يعني الانسان يكون على نفسه شهيدا يوم القيامه. اذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم الا ان يؤمنوا بالله العزيز الحميد. يعني النقمة اللي هي مقصود بها ايه؟ الكراهية. اي الا انهم صدقوا بالله الغالب المحمود في كل حال وما انكروا عليهم ذنبا الا ايمانهم. وما انكروا عليهم ذنبا الا ايمانهم. يعني لا هؤلاء الكفار لم ينكروا عليهم الا انكروا كما قال يعني مؤمن آل فرعون وغيره، وكما ورد عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أتقتلون رجلا؟ إيه السبب؟ إيه المصيبة اللي هو عملها؟ أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم. فهي يعني جريمته أنه آمن بالله سبحانه وتعالى، وكما قص الله عز وجل علينا قصة أهل لوط، أخرجوا آل لوط من قريتكم. إيه يعني خلنا المصيبة اللي هم عملوها هنا؟ إيه الفجور الذي فعلوه؟ إنهم أناس يتطهروا، يقول لك كل حاجة حلال وحرام ويجوز ولا يجوز والسنة والكتاب، لا الناس دي مش تبعنا فأخرجوهم إيه من قريتكم ولا حول ولا قوة إلا بالله. فهكذا أهل الفسق والفجور لا يريدون أهل الطهارة والإيمان بينهم، وكما قال القائل يعني تمنت الزانية أن لو كل النساء مثلها، وتمنى كل الفعل المعصية من النفس كل، يعني مش معقول أنا بقى اللي هعمل معصية لوحدي لازم كل الناس تبقى إيه عشان يبقى حبايب في الشر والعياذ بالله. فكأن هذه الجريمة التي نقم منها الكفار على غيرهم أنهم إيه؟ أنهم آمنوا بالله وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله. وما أعظمها من جريمة أن تتهم، يعني ما أعظمها من تهمة أن تكون اتهامك إيه؟ ده فلان ده بقى إيه مؤمن، فلان ده سني، فلان ده يعني سلفي. بعض الإخوة كده يقول لك سلفي يعني ده كأنها تهمة، لا هذا شرف النسعى إليه. ده إحنا نتمنى كده سلفي يعني إيه؟ يعني متابع منهج السلف. وينبغي على كل مسلم ان يكون سلفيا. سلفي يعني متبع لمنهج السلف اللي هم الصحابه رضي الله عليهم والتابعين لهم باحسان. لان ربنا سبحانه وتعالى زكى منهج السلف. فقال الله عز وجل في سوره البقره فان امنوا بمثل ما امنتم به فقد اهتدوا. يعني ايمان الصحابه وعقيده الصحابه هذا هو الميزان وهذا هو المعيار. فكل مسلم يقيس ايمانه عليه. فلما الانسان يقول سلفي يعني نسبه كلمة سلفي مش معناها واحد في حزب ولا في جماعة، لا 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 السلفية ليست جماعة وليست حزبا، إنما هي منهج لفهم الإسلام، منهج صحيح لفهم الإسلام. زي ما احنا بنقول دايما إيه منهجنا هو العمل بالكتاب والسنة، بس في تقيد كده صغير خالص بفهم مين؟ بفهم بقى الجماعة دول ولا الشيعة ولا المتكلمين ولا الخوارج ولا القدرية ولا الجهمية. طبعا بتاخده في العقيدة بفهم مين بقى؟ بفهم سلف الأمة اللي هو ربنا سبحانه وتعالى رضي عنهم ورضوا عن بشهادته سبحانه وتعالى. طيب نرجع تاني أن جريمة هؤلاء أنهم كانوا إيه؟ أنهم كانوا مؤمنين وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. يعني كيف ينقمون من هؤلاء الذين لأنهم آمنوا بالله سبحانه وتعالى وهو له ملك السماوات والأرض، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون سبحانه وتعالى والله على كل شيء شهيد.
يعني من فعلهم بالمؤمنين لا يخفى عليه منه خافية. وهذا وعيد شديد لأصحاب الأخدود ووعد خير لمن عذبوه على دينه من أولئك المؤمنين. لأن أحيانا إيه يشكل على بعض الناس يقول لك كيف يترك الله سبحانه وتعالى هؤلاء المكذبون والمعاندون يعذبون أولياءهم، هم مش المؤمنين دول أولياء الله عز وجل، يقول لك كيف يهلكهم. هذه حكم، حكم كثيرة لابتلاءات، الابتلاءات لما بتحدث للمؤمنين لحكم كثيرة. الله سبحانه وتعالى يريد أن يمحص الصف ويريد أن يتخذ من عباده شهداء سبحانه وتعالى، ويريد أن يظهر دينه. حتى من ضمن الحكم ديت أصحاب الأخدود قتلوا، ولكن إيه اللي حصل؟ ظهر الدين، زي في قصة يقال أن كلمة أصحاب الأخدود ذكر اللي في القصة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، إنه كان في من قبلكم إيه؟ ملك وكان له ساحر، وثم يعني أراد هذا الساحر إن هو طبعا مش عايز يموت كده وخلاص، لا عايز كمان إيه يعني يورث سحره وكفره بالله سبحانه وتعالى، فغلام يعني يكون لسه يافع ويعلمه السحر. القصة طبعا إيه؟ قصة طبعا مشهورة ومعروفة. ففي الآخر إن الغلام آمن بالله سبحانه وتعالى، ولما قال للملك إيه؟ إنك لن تقتلني إلا أن يعني تضع السهم في كنانتك وتقول بسم الله رب الغلام، فحط السهم وضرب فقتل الغلام. ولكن ماذا حدث؟ قال كل الناس إيه؟ أمنا برب الغلام. هذا نصر للدين، لما الناس تعرف الحقيقة وتؤمن بالله سبحانه وتعالى، هذا نصر للدين الله سبحانه وتعالى. ليس النصر، ليس كل النصر معناه الغلبة والظهور اللي هو إن المسلمين يكونوا يغلبوا على عدوهم، لكن من ضمن أنواع النصر هو ظهور إيه؟ هو ظهور الدين وظهور الحق. هذا نوع من أنواع النصر التي يغفل عنها كثير من الناس، يقول لك احنا مستضعفين واحنا الأمم الكافرة متسلطة على المؤمنين. لا، قد يكون في هذا تربية من الله سبحانه وتعالى لعباد المؤمنين، حتى من ضمن حتى فوائد الابتلاءات انه ايه ان بتظهر فيها عبادات لولا هذه الابتلاءات لما ظهرت. ممكن الواحد كده لما يبتلى يتضرع الى الله سبحانه وتعالى ويقبل على الله عز وجل ويرفع شكوى الى الله ويدعو الله ويصبر، هو لو لم يبتلى هيعمل الكلام ده؟ ممكن يبقى في غفلة، نعم الله سبحانه وتعالى تترى عليه والعملية زي الفل. وزي ما الشيخ محمد يعقوب حفظه الله كان دايما يقول ايه، ان الاصل في المؤمن انه مبتلى، ولكننا اعتدنا العافية. فحينما يأتي البلاء يعني ممكن تلاقي الواحد يهز شوية كده، ليه؟ لانه اعتاد العافية، الدنيا كلها زي الفل ماشي معايا تمام. فلما يصيبه البلاء يقول لا انا استغفر عظيم، احيانا بعض الناس يقول لها ربنا بيعمل فيها كده ليه؟ وهذا طبعا اعتراض على قضاء الله سبحانه وتعالى. فالمسلم كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم عجبا لامر المؤمن، ان امره كله له خير وليس ذلك لاحد الا للمؤمن. حياه المؤمن بقى كلها ايه؟ ان اصابته سراء شكر فكان خيرا له، لما صبح حاجه كده نعمه وحشيء يسره يشكر الله، هذا هو حق والواجب هذه النعم. وان اصابته ضراء لما يصور تلاقي بقى ايه اللي يحصل؟ يضجر ويعترض وما ربنا بيعمل فينا كده ليه؟ طب ما يعذب الكفار، استغفر عظيم. لا 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 يجوز المسلم ان يقول ذلك. وان اصابته ضراء صبر فكان خيرا له. فكل امر المؤمن خير لانه امن بالقدر. حتى في الحديث اللي هو اركان الايمان الرسول صلى الله عليه وسلم قال ايه لما اجاب على جبريل عليه السلام، ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر والقدر خيره وشره. من الحافظ دلوقتي الحديث قال وتؤمن بالقدر خيره وشره. كرر كلمة تؤمن عند مين؟ عند القدر. يعني لم يكررها في كل الأركان، هو قال في الأول خالص تؤمن بالله وملائكته إلى آخره، وجاء عند القدر قال إيه؟ وتؤمن. لأن الإيمان بالقدر ده بيعمل إشكالية عند كثير من الناس، فتأكد الإيمان به بإعادة الفعل تاني من النبي صلى الله عليه وسلم. إذن فالابتلاءات هذه يعني لها فوائد عظيمة، وهذا هو طبعا الايات دي احنا قلنا سوره البروج سوره ايه؟ مكيه. يعني كان في فتره استضعاف المسلمين الصحابه في مكه وما يواجهونه من الكفار من تعذيب وصد عن سبيل الله سبحانه وتعالى وايذاء لهم ورميهم بالبهتان والكذب وغير ذلك. فكانت هذه الايات ايه؟ تثبيت للمؤمنين. يعني حدث قبل ذلك للمؤمنين، ولكن ماذا كانت العاقبة؟ المؤمنون دخلوا جنة الله سبحانه وتعالى، والكفار لعنوا، قتل أصحاب الأخدود ودخلوا النار كما سأتي في الآية التي بعد. طيب من هم أصحاب الأخدود؟
من هم أصحاب الأخدود؟ قال الإمام ابن كثير رحمه الله إن اختلف في أهل هذه القصة من هم؟ يعني مين هم المذكورين في قوله قتل أصحاب الأخدود؟ مين المقصود بهم اللي هم الذين لعنوا؟ فعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنهم أهل فارس حين أراد ملكهم تحليل زواج المحارم فامتنع عليه علماؤهم فعمد إلى حفر أخدود فقذف فيه من أنكر عليه منهم. يعني قلت إن هي في أهل فارس لما أرادوا إيه تحليل المحارم يعني يتزوج أخته أو أمه أو عمته أو خالته أو غير ذلك. وقيل أيضا أنهم كانوا قوما من اليمن، يعني أصحاب الأخدود كانوا قوما فين في اليمن. اقتتل مؤمنوهم ومشركوهم فتغلب مؤمنوهم على كفارهم ثم اقتتلوا مرة ثانية فغلب الكفار على المؤمنين فخدوا لهم الأخاديد وأحرقوهم فيها. وقيل أنهما نزلت في أهل فارس، وقيل نزلت في أهل اليمن، وقيل أنها نزلت في الحديث اللي هو إيه اللي احنا ذكرناه اللي هو قصة الغلام مع الملك والساحر. طيب احنا عايزين إيه كده نخلي نشاط اللي هو اذكر الحديث الذي ذكر فيه قصة أصحاب الأخدود في قصة الغلام مع الملك والساحر. ماشي؟ وذكر إيه؟ نص الحديث. وهذا حديث يعني طبعا فيه فوائد عظيمة. فوائد عظيمة الواحد لما تفكر فيها وتدبر فيها فيه فوائد جميلة. السؤال الثاني. أذكر نص الحديث الذي ذكرت فيه قصة أصحاب الأخدود، قد يكون هم المذكورين في الآية وقد يكون غيرهم. الذي ذكرت فيه قصة أصحاب الأخدود هو فيه قصة الغلام مع الملك مع الساحر. الغلام والملك والساحر. فالمهم يا اخوانا يبقى ايا من كان اصحاب الاخدود، فالمقصود بهذه الايات ايه؟ تثبيت المؤمنين وبيان ان المؤمن قد يقتل وقد يؤذى في سبيل الله سبحانه وتعالى، ولكن العاقبه له وسوف يرى يعني نعيم الله سبحانه وتعالى. ان لم يراه في الدنيا فسوف يعني يخبى له حسنات عظيمه. هذا المبتلى يصبر على البلاء فسوف تكون له حسنات عظيمة يوم القيامة. فالمقصود هو تثبيت المؤمنين على ما هم عليه من الإيمان وتسليتهم عما أصابهم من أعدائهم. ويعني طبعا اعلمهم أيضا أن ما نزل يعني إذا نزل بهم أذى فقد نزل بإيه بغيرهم أكثر من ذلك. تخيل أنه يخد الأخاديد ويلقى فيها الناس يعني يلقى في الناس في النار ويحرقون، و حتى الأطفال اللي في قصة الغلام إن المرأة آخر واحدة فيهم لما إيه المرأة كانت أرادوا أن يقذفوها وكان معها الطفل الرضيع فقال لها يا أم قعي أو ولا تقاعسي فإنك على الحق. تخيل ما الغلام ينطقه الله سبحانه وتعالى ويلقى. فطبعا يعني والعياذ بالله أهل الكفر وأهل الظلمة لا يعبؤون بذلك والعياذ بالله. هذا الكذاب الأشر هذا الفاجر اللي هو قائد سوريا حينما يضرب المسلمين هناك بالبراميل المتفجرة ويبيد الأخضر واليابس، يعني أي قلب، مش هنقول بقى أي إيمان، أي قلب، أي آدمية تخلت عنهم حتى أدنى معاني الآدمية. يعني فيش بني آدم حتى يعمل ذلك، هم تخلوا حتى عن الآدمية. مش هنقول بقى دين وإسلام وكده، لا، ليس هناك لا شفقة ولا رحمة حينما يلقي البراميل اللي هي المتفجرة ديت تنزل على الأطفال وشاهدناهم في وسائل الإعلام يعني يحرقون ومناظر يعني حسبنا الله ونعم الوكيل. نسأل الله عز وجل أن ينتقم من الظالمين ومن كل من سولت له نفسه أن يعذب عباد الله سبحانه وتعالى المؤمنين أو أن يقتلهم أو أن يعذبهم. والله سبحانه وتعالى قادر على كل شيء والله أخوان. يعني الإنسان لا يأس أبدا مهما حدث ومهما تكالف. كل الدنيا كلها راحت سبحان الله في هذه البلاد، والرسول صلى الله عليه وسلم يعني بلاد الشام ديت في بلاد الفتن والملاحم كل الناس رايحين يتقاتلوا هناك، ولعل الله سبحانه وتعالى يعده يعني أمرا سبحانه وتعالى. طيب نرجع تاني. فيبقى من المقصود من ذكر هذه الآيات هو إيه؟ تثبيت المؤمنين وبيان أن غيرهم قد يعذب يعني أكثر منهم. ثم يقول الله تبارك وتعالى وما نقم منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. ثم يقول الله عز وجل إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات، يعني قل الشيخ يعني أحرقوهم بالنار
ولم يجعلوا لهم خيار في ذلك إلا أن يكفروا بالله عز وجل فامتحنوهم في دينهم ليرجعوا عنه ثم لم يتوبوا من قبيح صنعهم ويرجعوا عن كفرهم وفتنتهم لهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. يعني لهم عذاب الحريق يعني بسبب الحرق الذي وقع منهم للمؤمنين، فالجزاء من جنس العمل. فكما أنهم أحرقوا المؤمنين بنار الدنيا فسوف يحرقهم الله سبحانه وتعالى، ولكن إيه؟ بنار الآخرة. ورسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر عن نار الآخرة قال هي جزء من 70 جزء من ناري من ناركم التي توقدوها. بعض الصحابة قال يا رسول الله يعني إن كانت مثلها لكفت، النار اللي بنشوفها في الدنيا تحرق وتبيد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ولكنها فضلت عليها 69 جزءا أعاذنا الله وإياكم من النار. وهنا يعني شوف ربنا سبحانه وتعالى جمع بين عذاب جهنم وعذاب إيه؟ قال فلهم عذاب إيه؟ جهنم كان هذا يكفي، ولكن أضاف إليها كمان إيه؟ ولهم عذاب الحريق، لبيان أن العذاب لهم مضاعف، لأن الكفر أيضا يعني دركات. الكفر ده أنواع، في كفر وخلاص، وفي كفر وتكذيب، وفي كفر وإيه؟ وصد عن سبيل الله. يعني الكفر نفسه بيتفاوت، فكما أنهم كفروا وصدوا عن سبيل الله وعذبوا أولياءه فكان لهم عذاب إيه؟ جهنم. ولا مش جهنم، من الجهنم؟ جهنم. جهنم ديت يعني في اللغة الدارجة، لكن هذا خطأ. فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحق، يعني لهم عذاب مضاعف بسبب طغيانهم وشركهم، بسبب طغيانهم وشركهم وإيذائهم لعباده أنه. طيب هنا في هذه الآية لفتة عجيبة. ثم لم يتوب. شوف سبحان الله، الحسن البصري رحمه الله يقول يعني ما أرحم الله سبحانه وتعالى بعدما قتلوا أولياءه وعباده المؤمنين، وبالرغم من ذلك فالله عز وجل يفتح لهم إيه؟ ما أرحم الله سبحانه وتعالى، والله يريد أن يتوب عليكم. هكذا يريد الله سبحانه وتعالى، ما أحلمه من إله سبحانه وتعالى. بعد ربنا سبحانه وتعالى بعدما ذكر في سورة المائدة هؤلاء الذين كفروا بالله عز وجل، لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وكفر الذين قالوا ثلاثة، وقالت اليهود عزير ابن الله. فكل هؤلاء ادعوا، وهذا سب لله سبحانه وتعالى أن يدعوا له إيه؟ الصاحبة والولد. فربنا سبحانه وتعالى بعدها قال إيه؟ أفلا يتوبون إلى الله؟ سبحان الله، أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه؟ يعني لو تابوا لتاب الله عليه سبحانه وتعالى. فباب التوبة يعني ما زال مفتوحا لمثل هؤلاء. فإذا كان الله سبحانه وتعالى فتح باب التوبة لهؤلاء، فيعني بالمساكين من أمثالنا يعني مفتوح لهم باب التوبة إن شاء الله تبارك وتعالى، مهما بلغت المعاصي والذنوب. إلا أن ولكن ينبغي العبد إيه؟ أن يقدم على الله عز وجل. وذلك يعني ربنا سبحانه وتعالى من ضمن الذين دعاهم إلى التوبة المؤمنون، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. فكل هذه دعوة إلى التوبة، نسأل الله عز وجل أن يتوب علينا وعلى المؤمنين أجمعين. ثم يقول الله تبارك وتعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. وهذا من معاني إحنا قلناها بكذا أخوانا. تفضل سريعا. عذاب الحريق، عذاب الحريق ده عذاب مضاعف، ده معنى الحريق. عذاب جهنم وعذاب الحريق، فهم لهم عذاب مضاعف بسبب إيذائهم للمؤمنين، فجمع الله بين العذاب. فهذا من ضمن معاني أن القرآن مثاني. يعني إيه من ضمن معاني القرآن مثاني؟ أن القرآن يذكر الشيء وإيه؟ ومقابله، يذكر أهل الجنة ثم أهل النار، يذكر المتقين ثم الفجار، يذكر العذاب جهنم ثم يذكر إيه؟ نعيم الجنة، وهكذا. فبعدما ذكر الله سبحانه وتعالى هؤلاء الذين عذبوا المؤمنين، بين الصنف الآخر وقال إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، يعني آمنوا بالله عز وجل وصدقوا المرسلين وآمنوا بما أنزل الله عز وجل وأتبعوا ذلك بإيه؟ بعمل الصالحات، وعملوا الصالحات لهم جنات، ليس جنة واحدة، لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. وهذا هو الفوز الحقيقي، ليس الفوز يعني ان الواحد يعني يفوز ببعض الاموال او بعض الدراهم او بمنصب او بجاه او بغير ذلك من نعيم الدنيا الزائل، انما الفوز الكبير، الفوز الحقيقي هو ايه؟ هو الجنه، هو الزحزحه الكبرى عن نار جهنم ودخول جنه الله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل فمن زحزح عن النار وادخل الجنه فقد ايه؟ فقد فاز. هذا هو الفوز الحقيقي. فإن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. ثم يقول الله تبارك وتعالى إن بطش ربك لشديد، يعني بعد ما حدث
وذكر قصة هؤلاء المكذبين الذين عذبوا المؤمنين، فكأنها أيضا هناك تسلية للمؤمنين الذين آمنوا بالله سبحانه وتعالى، ويبين لهم أنه على كل شيء قدير سبحانه وتعالى وقادر على أن يهلك هؤلاء الكفار وهؤلاء المكذبين المعاندين ولا يسلطهم على المؤمنين، فيبين قوته سبحانه وتعالى وقدرته. إن بطش ربك لشديد، إن بطش ربك لشديد، يقول الشيخ الأشقر رحمه الله، يعني أخذه للجبابرة والظلمة لشديد، يعني قد تضاعف وتفاقم سبحانه وتعالى. إن بطش ربك لشديد، إنه هو يبدئ، إنه هو يبدئ ويعيد، يعني يخلق الخلق في الدنيا ويعيدهم أحياء بعد الموت. يبدئ الخلق سبحانه وتعالى، خلق الإنسان، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه، إلى آخر الآية. فخلق الإنسان من العدم، أين أنت، أين كنت يا ابن آدم قبل أن توضع نطفة في رحم أمك؟ لم يكن شيئا، لم يكن شيئا مذكورا. فخلقك الله سبحانه وتعالى وأعطاك نعمه وأنعم عليك بالسمع والبصر واليدين والرجلين إلى يعني سائر هذه النعم العظيمة، وأن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. والله عز وجل قادر أيضا على أن يعيد هذا الإنسان بعد موت، إنه يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود سبحانه وتعالى، يعني بالغ المغفرة لذنوب عباده المؤمنين لا يفضحهم بها، بالغ المحبة الودود، يعني بالغ المحبة للمطيعين من أوليائه سبحانه وتعالى. فيعني غفور، هذه صيغة إيه؟ كل دي صيغة إيه؟ صيغة مبالغة، يعني كثير المغفرة سبحانه وتعالى. إحنا مرت علينا الآية السابقة قال إيه؟ ثم إيه؟ لم يتوبوا، فإذا كان سوف يتوب على من فعل ذلك لم تاب، فما بالك بعباده إنه هو الغفور الودود سبحانه وتعالى. والله عز وجل يحب عباده المؤمنين، وإذا أحب الله سبحانه وتعالى عبدا نادى في السماء إني أحب فلانا، فينادي جبريل فأحبه، فيحبه جبريل عليه السلام، ثم ينادي في أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبه، قال عليه الصلاة والسلام، ثم يوضع له فيحب أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. فيعني هذا من محبة الله سبحانه وتعالى، وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد، يعني هو سبحانه وتعالى صاحب العرش العظيم، والعرش هو أعظم مخلوقات الله عز وجل، وهو أول مخلوقات الله سبحانه وتعالى. اختلف يعني هل العرش هو أول مخلوقات الله أم القلم، القلم الذي كتبت به مقادير الخلائق، والراجح أنه العرش، لأن قول اسمه أول ما خلق الله العرش فذكر. أما في كلمة أول ما خلق الله القلم اختلف فيها العلماء، هل هي أول ما خلق الله أول ولا أولا؟ فلو كانت أول يبقى يقصد بها أول إيه؟ في البداية، يعني أول شيء بداية، ولكن أول يعني حينما، أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، يعني حينما خلق الله سبحانه وتعالى القلم قال له اكتب، أول ما خلق، أول ما كذا، أول ما دخل من الباب، يعني حينما دخل من الباب مثلا، يعني تمام. فالعرش هو أعظم مخلوقات الله عز وجل، هو أول مخلوقات الله، وهو يعني أعلى شيء سبحانه وتعالى. ذو العرش المجيد، المجيد هنا، المجيد هنا صفة لمين؟ هو هنا بالفتح، ذو العرش المجيد يبقى صفة لمين؟ يبقى لذو، لأن ذو هي مبتدأ مرفوع تمام؟ فالمعطوف أو النعت يتبع إيه؟ يتبع المنعوت، يبقى ذو العرش المجيد، يبقى لو هي مرفوعة يبقى هو يبقى المقصود بمين؟ يعني الله سبحانه وتعالى، هو النهاية في الكرم والفضل. وهذه كلها يا إخواننا من أسماء الله عز وجل، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. كلمة من أحصاها اختلف في معناها، ولكن أرجح الأقوال إنه من أطاق القيامة بحقها، من أحصاها يعني عدد أسماء الله سبحانه وتعالى وأطاق القيامة بحقها. فالغفور هو كثير المغفرة، فالإنسان يعمل إيه؟ يستغفر الله سبحانه وتعالى، تواب يبقى الإنسان يتوب إلى الله عز وجل، رزاق يعني يطلب منه الرزق. فيتعبد المسلم لله سبحانه وتعالى بهذه الأسماء الكثير العظيم، الغفور الودود المجيد سبحانه وتعالى، ذو العرش المجيد فعال لما يريد، يعني الله سبحانه وتعالى فعال يفعل ما يريده سبحانه وتعالى، لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. حتى لو ترك هؤلاء الكفار يتسلطون على المؤمنين لحكم ولمعان
يعلمها الله عز وجل إلا أنه إيه؟ فعال لما يريد سبحانه وتعالى. يقول الله سبحانه وتعالى فعال لما يريد. ثم قال الله عز وجل هل أتاك حديث الجنود، يعني قد أتاك يا محمد خبر الجموع الكافرة لأنبيائهم التي تجمع لهم الأجناد لقتالهم وحديثهم قصة وحديثهم قصة أخذ الله لهم سبحانه وتعالى. فهنا كلمة هل أتاك حديث الجنود، فهنا الشيخ ذكر أن كلمة هل، وذا قول بعض المفسرين تعني هل بمعنى إيه؟ تأتي بمعنى قد، وجاءت هنا على صيغة الاستفهام للتشويق. هل أتاك حديث الجنود؟ يعني قد أتاك حديث الجنود، لأن الله سبحانه وتعالى ذكر، إحنا قلنا أن القرآن المكي بيتميز بالإيه؟ يتميز بكثرة القصص لما فيه من العبرة والعظة وأخذ الدروس والفوائد. هل أتاك حديث الجنود؟ ثم ذكر طرفا من هؤلاء الجنود أو يعني مثالا، قال فرعون وثمود. ففرعون جمع جنوده و يعني أرادوا قتل بني إسرائيل ومعهم نبي الله موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، كما قال الله سبحانه وتعالى فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، فقال كلا إن معي ربي سيهدي. فكان يعني فرعون وجنوده في طرف والبحر من خلفهم، فقالوا إننا مدركون، لكن موسى عليه السلام يعني الواثق بربي قال كلا إن معي ربي سيهدي. فشاهد أن فرعون كان أيضا معه إيه؟ معه جنوده، والجنود لأنهم اتبعوا فرعون فكانوا مثلهم، يعني لا ينفكون عن الوصف بالظلم، فكانوا لا ينفكون بالوصف عن أنهم يعني من الظالمين. كان في سورة الذاريات وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين فتولى بركنه وقال، لا في سورة الذاريات إيه؟ فأخذناه إيه؟ وجنوده فنبذناه في اليم. فأخذناه وجنوده، طب ما جنود ما عملوش حاجة، لكنهم كانوا إيه؟ كانوا تابعين، ولو تبع الجنود الظالم فهم أيضا إيه؟ ظلم مثله. شيخ الإسلام تيمية لما حبس ظلما وعدوانا، فأحد اللي هم الحراس بتوع السجن يقول لي يا شيخ، وعارف أنه شيخ الإسلام تيمية رحمه الله رحمة واسعة، فقال له يا إمام أتراني من الظالمين؟ فقال أتراني من أعوان الظالمين؟ قال لا، بل أنت من الظالمين أنفسك. أعوان الظالمين من يحيك له ثوبه، يعني بخياط الثياب يعني أو يساعده في بعض يعني أموره، أما تقول لي من أعوان الظالمين، فطالما أن الحق واضح فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ففرعون وكذلك أيضا ذكر الله سبحانه وتعالى فرعون وثمود. فرعون بعدما ظهرت له الآيات البينات، موسى عليه السلام أتى إليه بآيات بينات غير العصا واليد، ديت يعني إيه؟ تسع آيات وأكثر من ذلك. ربنا سبحانه وتعالى ذكر العصا واليد، وبعدين ذكر تسع آيات بينات، وذكر كثير من الآيات في سورة الأعراف، وكل مع كل هذه الآيات إلا أنه إيه؟ أبى واستكبر ولم يؤمن. وكذلك ثمود أخرج الله عز وجل لهم آية عظيمة كما سيأتي معنا في سورة الشمس، حينما وهم الذين طلبوا هذه الآية قالوا لنبي الله ثمود مع نبي الله مين؟ صالح عليه السلام. فطلبوا من نبي الله صالح، قال له إذا كنت نبيا حقا فأدع الله أن يخرج لنا ناقة تخرج من الصخرة الصماء. فرأى الله عز وجل فخرجت لهم إيه؟ طيب أنتم الذين طلبتم هذه، ولكن بالرغم من ذلك كذبوا وعملوا، وجعل لهم في النهر يعني شرب، ولها شرب يوم معلوم، يعني هي تشرب يوما وهم يشربون يوما، ولكن بعد ذلك إيه؟ قال الله عز وجل إذ انبعث أشقاه فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياه، يعني احذروا، فكذبوه فعقروها، مع أنهم هم الذين طلبوا هذه الآية والمعجزة ولكنهم ذبحوا الناقة. فجمع الله سبحانه وتعالى بين مين؟ بين عاد وثمود، لأن عاد وثمود بين فرعون وثمود، لأنهم أتاهم الله عز وجل من الملك ومن القوة ومن يعني أسباب الحياة الكثير والكثير، ولكنهم اغتروا بذلك وحادوا عن منهج الله، بل كذبوا رسل الله سبحانه وتعالى، بل آذوا رسل الله عز وجل، فذكروا في معرض الكلام عن مين؟ عن تعذيب الله عز وجل، قتل أصحاب الأخدود. اربط بين أول السورة وآخر السورة،
فكما أن أصحاب الأخدود قتلوا لعنهم الله عز وجل، فكذلك أيضا فرعون وجنوده، وكذلك أيضا ثمود حينما كذبوا صالح عليه السلام فأخذتهم الصيحة وعذبهم الله سبحانه وتعالى عذابا شديد، فرعون وثمود. ثم قال الله تبارك وتعالى بل الذين كفروا في تكذيب. هنا يبقى يرجع الخطاب لمين؟ لأهل مكة، لأن كل هذا هذه القصص لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيتلقى القرآن على مين؟ على أهل مكة، وهم يعلمون. قيل إن هو إن ذكر فرعون وثمود خصيصا لأنهم كانوا مشهورين عند أهل مكة، لأن ديار ثمود أهل مكة يمرون عليه، وقصة فرعون مع موسى عليه السلام مشهورة، فلأنها كانت مشهورة عندهم فكأن هذا إيه فيه تذكير لهم، ولكنهم لا يعتبرون. فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب، يعني بل هؤلاء المشركين، بل هؤلاء المشركون من العرب في تكذيب شديد لك ولما جئت به، ولم يعتبروا بمن كان قبلهم من الكفار، بل الذين كفروا يكذبون. والله أعلم، والله بل الذين كفروا في تكذيب، وكلمة فيه هنا تشعرك أنهم إيه يعني يعني كأن يعني داخل التكذيب، أنهم كأن هذا التكذيب وهذا الكذب إيه يغشاهم من فوقهم، كما قلت لكم أنهم يعني اتخذوا هذا الكذب بضاعة لهم في تكذيب. والله من ورائهم محيط، يعني يقدر على أن ينزل بهم مثل ما أنزل بأولئك. ثم تختتم هذه السورة بقول الله عز وجل بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ، يعني هذا القرآن متناهٍ مجيد، يعني متناهٍ في الشرف والكرم والبركة، وليس هو كما يقولون إنه شعر وكهانة وسحر، في لوح محفوظ يعني مكتوب في لوح، وهو أم الكتاب محفوظ عند الله من وصول الشياطين، كما قال الله سبحانه وتعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فهذا اللوح المحفوظ المقصود به اللي هو إيه؟ اللوح المحفوظ الذي هو عند الله سبحانه وتعالى محفوظ من الوصول الشياطين إليه، وهو الذي ذكره الله عز وجل في سورة الواقعة بل هو قرآن مجيد في لوح إيه؟ في لوح محفوظ لا يمسه إلا المطهرون. ف بل هو إيه؟ إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. فأحد أوجه التفسير أن المطهرون هم الملائكة، والمقصود به هو إيه؟ هو اللوح المحفوظ، ولا يستطيع أن يمسه إلا ملائكة الله سبحانه وتعالى. فكان هذا هو آخر تفسير سورة البروج.